تواصلت فعاليات مؤتمر العمل العربي في القاهرة، حيث ناقشت الجلسات عددا من الملفات التي تتعلق بالعمل والعمال في الوطن العربي. نعم، وأكدت مملكة البحرين خلال مشاركتها في المؤتمر أهمية الحفاظ على حقوق العمال في ظل التطور الرقمي والتقدم التكنولوجي والتحديات التي تواجه العالم. نشاط كبير شهدته أروقة مؤتمر العمل العربي في دورته 48 بالقاهرة برئاسة المملكة المغربية، وسط حضور كبير وكلمات من وزراء العمل العرب ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية وغرف تجارية من 21 دولة عربية، وفي المقدمة مملكة البحرين ووفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سمير ناس، الذي أكد في كلمته أمام المؤتمر على أهمية الاقتصاد الرقمي وأن قضايا التكنولوجيا تحظى باهتمام بالغ من المملكة، وأن مملكة البحرين قطعت شوطا طويلا في النهوض بكافة القضايا التي تنهض بالعمل. أن قضايا التكنولوجيا بما لها من أهمية كبرى وتأثير على سوق العمل وتنمية القطاعات الاقتصادية حازت على بالغ اهتمامنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين، باعتبارها جزءا هاما من مشروع التحول النوعي لتعزيز دعائم الاقتصاد الرقمي وتوظيف إمكانياته لخدمة الاقتصاد الوطني، وهو ما دفعنا خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة في وضع استراتيجية متكاملة ومشمولة في كافة مبادراتها 22 بآليات تعزيز بيئة الأعمال الرقمية عبر مساندة الحكومة في تطوير البنية التحتية الملبية لتطورات المستقبل. وحظيت مملكة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين في المؤتمر باهتمام بالغ من منظمة العمل العربي وغرف التجارة العربية للدور الهام لغرفة البحرين في النهوض بحقوق العمال في ظل التحول الرقمي وترأسها الغرف العربية بعد أيام. البحرين ستتولى رئاسة اتحاد الغرف العربية اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر، فستكون هي قائدة القطاع الخاص العربي في هذه الفترة، ممثلة طبعا بالسيد سمير ناس اللي هيقود القطاع الخاص العربي في هذه المرحلة. وهناك ترتيبات كثيرة بيتم العمل عليها لكي يتم التنسيق، وخاصة في ملف العمل. وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مؤتمر العمل العربي نشاطا كبيرا بين الوفود لإظهار ما حققته مملكة البحرين من جهود كبيرة في مجال قضايا العمل. دور غرفة التجارة ودور مملكة البحرين ككل، تواجدها في هالمؤتمر جدا مهم، لأن احنا نمثل جزء من الدول العربية كلهم. تواجدنا علشان نكمل يكون عندنا رؤية يعني ثلاثية، نشتغل مع أطراف الحكومة ونشتغل مع النقابات على أساس نخدم اقتصاد البحرين وكل القطاعات في البحرين. طبعا هدفنا الأساسي اليوم أن احنا نتفق على كل الأمور في مصلحة المجتمع، في خلق الوظائف، في تهيئة الشباب علشان بكرة يدخلون مجالس إدارة. جلسات مؤتمر العمل العربي وكلمات الوفود أكدت كلها على ضرورة السعي من أجل صالح العمل والعمال في العالم العربي في ظل التحول الرقمي والتحديات الجارية. هكذا تتواصل فعاليات مؤتمر العمل العربي في القاهرة بمشاركة مملكة البحرين وبمناقشة عدد كبير من القضايا الاقتصادية، وفي مقدمتها قضايا الرقمنة وحقوق العمال في ظل هذه التطورات كما تنادي به مملكة البحرين. شكري عبد الحميد، لتلفزيون مملكة البحرين، القاهرة.